بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا يمارس عادة طقطقة الأصابع، وهي عادة سيئة وتسبب مشاكل بين المفاصل أو في المفاصل، تظهر في الكبر. هذا السر أيها الأحبة كشفته لنا جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2018. الدراسة تقول بأن الحركة التي نمارسها في طقطقة الأصابع تؤدي لتشكل دوامات بين العظام في منطقة المفصل. هذه الدوامات العنيفة تؤدي لتآكل أجزاء من العظام، ومع الزمن يصبح المفصل سيئا جدا ويسبب آلام وربما رعشة معينة يسببها بعد عمر معين. يعني هناك مشاكل من هذه العادة. الحقيقة أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه ونهاهم عن ممارسة هذه العادة السيئة حرصا عليهم، فعن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنه ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، يعني نوع من التقريع، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ يعني سيدنا ابن عباس استهجن هذا الفعل، وكأنه يريد أن ينهاه عن هذا الفعل في حياته العادية. فالصلاة هي موضع يعني خشوع، وموضع أنت تقف بين يدي الله، فينبغي ألا تمارس أي شيء خطأ. وبالتالي نستطيع أن نستوحي من هذا الحديث أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس لم يأتي بشيء من عنده، الصحابة الكرام لا يأتون بشيء من عندهم، كل ما جاءوا به هو من نور النبوة، هو من علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لذلك نعتبر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفقيع الأصابع أو طقطقة الأصابع هو معجزة تشهد له في هذا العصر أنه رسول من عند الله، والحمد لله رب العالمين.